مرحبا بكم الناس كل. رجعنا اليوم فيديو جديد نحكي فيه على المنتخب التونسي كونتر المنتخب الليبي في مباراة متاع التصفيات كاس افريقيا كامرون 2021. المنتخب التونسي ربح 4-1 مهرجان من الاهداف، زوز بونتوات الخزري وزوز بونتوات الخاوي، دونك 3 بوان، 3 نقاط مهمين على الاخر للمنتخب التونسي في الطول الاول متاع التصفيات. والمنتخب الليبي حظ اوفر، اليوم شفنا المنتخب الليبي معناه بكل احتراماتي ليه منتخب ضعيف، منتخب تكتيكيا معناها فما برشا اغلاط، فما برشا نايفتي، الديفونسورات كانوا اليوم ماهمش حاضرين، سورتو التكتيك اللي هبط بيه زاد البنزرتي اليوم ما احترمش نوعا ما المنتخب التونسي. المنتخب التونسي معناها عرف يستغل اليوم الفوتات نتاع المنتخب الليبي خاصه في اللاكس، كنا نضربوهم في الكور معناها في اللاكس في الظهر، كل مره يخرج جوار يلقى راحو راس وراس الجول، وكانت النتيجه تنجم تكون اعرض برشا من هكا. دونك اليوم ميتون لول بدا معناها بضغط من المنتخب الليبي، شفنا البريسينغ نتاع فوزي البنزرتي، شفنا معناها المنتخب الليبي حب يغدر نوعا ما المنتخب التونسي من لول. المنتخب التونسي معناها شفنا برشا ديشي تكنيك في الميتون لول، ما شفناش كوره مزيانه، ما شفناش لعب مزيان، شفنا برشا باسات غلطه، معناها ايمن بن محمد كان ما يعطيش باس غلطه يرجعها لتالي، رغم اللي رابحين ميتون لول 2-0، اما بالنسبه ليا فنيا وتكتيكيا ما كناش حاضرين، معناها تشوف فيها ماجيه القدام، ما فماش ديسيبلين تكتيك، خاصه الخضري اليوم قاعد يلعب راس حربه ماهوش قاعد يعمل في الدور اللي لازم يقوم به، قاعد ياسر يرجع لتالي، قاعد يطيح على اليمين، ما قيناش العمق نتاعنا، ما وصلناش، وصلنا الا بالكرات معناها في الظهر، ونايفتي من الديفونسورات نتاع المنتخب الليبي، معناها شفنا بصراحه اغلاط تاع جوريت ديبيتون، كل احتراماتي ليه معناها الله غالب منتخب الليبي البطوله واقفه، فما برشا جوريت ماهمش قاعدين يلعبوا، دونك حاجه عاديه انه المنتخب اليوم معناها يربح بالسكور هذايا قدام المنتخب هذا، وكان مربحش بالسكور هذايا قدام الاغلاط اللي عملهم اليوم المنتخب الليبي، دونك بوان دانتيروغاسيون. علاش اليوم نحكي رغم السكور 4-1، علاش قاعد ننقد؟ على خاطر معناها بالنسبه ليا يلزم تنقد باش يتحسن المنتخب، خاطر المنتخب ما تنجمش التستيه بالمعناها بالنوعيه المباريات هذوما اللي فيهم برشا اغلاط من المنافس، بالطبيعه منافس كي يغلط يلزم تستغل الاغلاط نتاعو معناها لاقصى درجه، دونك المنتخب التونسي حشتنا به يفرض الاسلوب نتاعو، نشوفوا الكره معناها تمشي من اليمين لليسار، نحبوا نشوفوا تنويع في اللعب، نحبوا نشوفوا لي زارير تطلع، نحبوا نشوفوا لي سونتراج، نحبوا نشوفوا لي تير، نحبوا نشوفوا كل شيء معناها من المنتخب التونسي اللي اليوم حسب رايي المنتخب التونسي في مثلا في الميتون لول ما عرفش كيفاش معناها يفرض الاسلوب نتاعو. نعاود نقولها رغم اللي معناها رابح 2-0، البونتو لول جاء من بينالتي بعد ما المساكني حبي فنتي بالديفونسور يتعرقل، يتقدم الخزري يضيعها، من بعد يعاود مركها في مرة الثانية، البونتو الثاني كيف كيف باس في الظهر من عبد النور ياخذها المساكني يحطها على الساق ويحطها اون روتري للخاوي، الخاوي ماركي بونتوه الاول، الخاوي يقعد ديما راي فيه نفسه راهو رغم اليوم ماركا دوبليه. بالنسبة ليا الخاوي فما برشا جوريت تستحق انه تلعب قبله هو في البوست نتاعو، هو نجح اليوم منذ الكباير باش هبط وباش ماركا زوز بونتو، اما الخاوي ما كنتش حسب رايي نشوفه هو اليوم يهبط تيتولير، فما برشا عباد مش باش يعجبهم كلامي، خاطر فما عباد تقول لك اللي ماركا زوز بونتو دونك يستحق باش يلعب اليوم. المنتخب اليوم الليبي ماهوش حاضر، المنتخب الليبي ماهوش حاضر جمله، المنتخب الليبي رغم اللي ماهوش حاضر ما شفنا ساعات فما معناها الهوني اليوم حاول باللي يقدر بالفنيات نتاعو، حاول يدريبلي يجيب لي فوت، شفناه ماركا بونتو معناها شق على عبد النور، عبد النور يتفرج بركيه بعد بالاريتي سونتراج معناها يحط روحه قبل عبد النور يبركي به البونتو لول، بونتو مزيان على الاخر يدخل به معناها المنتخب الليبي للحجرات الملابس بمعنويات كبيره برشا، يدخل بها الميتون الثاني معناها شفناه الميتون الثاني دخل بنسق به المنتخب الليبي، حب يرجع في السكور قدم البلوك نتاعو، اما طاح في غلطه كبيره ياسر، والغلطه ذي تحمل مسؤوليتها معناها فوزي البنزرتي اللي طلع بلوك كامل، ما احترمش المنتخب التونسي يلعب اون ديزيكيليبر معناها سهله ياسر جوست تضرب، نعاود نقولها في الظهر نتاع المنتخب الليبي تلقى روحك تيتا تيت، تلقى روحك راسك راس الجول مع معناها الجول نتاع المنتخب الليبي، وهذا اللي معناها المنتخب التونسي عرف كيفاش يستغلوا، عرف كيفاش يعطي الباسات يلعبها في الظهر كره طويله يعطيها في الانترفال، شفنا بصراحه الليني ديفونسيف خط نتاع المدافعين نتاع المنتخب الليبي يلعب في السونتر حاجه مش مقبوله قدام المنتخب التونسي، عنده السرعه نعرفوا الخزري سريع، الخاوي سريع، المساكني زاد عنده الفنيات، كيف كيف زاد عنده جوارات معناها تمتاز معناها بالكرات الطويله معناها بريسيزيون، عندك صخيري وعندك فرجاني ساسي يعرفوا يعطيو الكره ذوما، المنتخب التونسي عجبه الاسلوب نتاع المنتخب الليبي، في فترات في الميتون الثاني وخر البلوك باش يلعب على الكونتر باش يستغل المساحات اللي قعدت ما بين الليني ديفونسيف والجول، وجاو منهم زوز بونتو، دونك 4-1 بالنسبه ليا معناها حاجه مهمه على الاخر انك تربح تبني ديما على الانتصار، معناها شفنا اليوم اهداف شفنا افيكاسيتي يبني عليه معناها المنتخب التونسي الربح هذايا، والربح ما ينجم يكون كان حاجه باهيه، دونك الملخص الكونكلوزيون
نتاع الماتش هذا هو انه المنتخب الليبي وخاصه نعاود نقولها المدرب فوزي البنزرتي ما احترمش المنتخب التونسي، لعب اون ديزيكيليبر توتال. دونك المنتخب التونسي عرف يستغل الهفوات اللي عملهم المنتخب الليبي، نطلع البلوك ما عرف يستغل المساحات ومرك بيهم 4 بونتو، وكان معناه ينجم ماركي اكثر واكثر من هكا. دونك يتحمل فوزي البنزرتي مسؤوليه الخساره هذه، لازم يراجع روحه ينحي حكايه البريسينغ هذه والتهور، خاصه كيف يلعب كونتر منتخبات اقوى منه فنيا تكتيكيا ذهنيا وبدنيا. دونك هذا هو التحليل نتاع الماتش اليوم، 4-1 مزيانه برشا نبنيو عليها، وان شاء الله ديما زينه للمنتخب. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش باش تعمل جيم ابوني وتبارطاجي وتنزل على النقوز باش كل ما نهبط فيديو يجيك جديد. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، منتخب ديما متألق ان شاء الله زينه. نقول لكم السلام.